وصل لحد الحتة. عملت ايه لما سمعت ان ابنك اعضائه تم سرقتها بالكامل وتم انهاء حياته؟ متنا وقعنا من الخبر، اغمى علينا، صوتنا، كان جالنا الخبر بالليل، تعبنا، ما كناش مصدقين ان هو مات. بص ده احنا، بص احمد ده يعني، بص حاجه حلوه، ما مش حاجه وحشه، حاجه كويسه. كان حنين عليكي؟ كان حنين قوي، عارفه كان يبص ايديا، ايوه، يلاقي رقبتي باينه يغطيني، يمسح دموعي، كان على وانا نازله على السلم يمسك ايديا، يعني بص حاجه كويسه، ما عملش حاجه في دنيته وحشه. كان ترتيبه كان بين اخواته؟ كويس عادي. لا يعني هو الوسطاني ولا الكبير؟ هو الاخراني، الاخير. هو الاخير، عنده 15 سنه. كان قلبك متعلق بيه بقى من حنيته؟ أيوة. عليك ده حبيبي. بصي ولا شتم ولا قليل الادب ولا اي حاجه خالص، وبيخدم الناس هنا والله. بصي حبوب، انا مش عشان ابني والله، اسالي اسالي يعني. بصي الله اكبر عليك، الله يرحمه الله يرحمه. ابني دوت بصي ما اقولكيش، احنا تعبانه حزب الله ونعم الوكيل في اللي خده وعمل فيه كده. طارق ده ليكوا اعداء؟ طارق لا والله مالناش اعداء، احنا ناس في حالنا. ايوه احنا ناس في حالنا، كل الناس عارفانا، وانا شغاله ست شقيان على عيالي، لو كان ملح ولا لقمة بعيش كده حاجة ما حدش لحد هات فلوس، انا محتاجة حاجة. كنا مرضيين من يرضي الله، الحمد لله عيالي مرضيين، ما بنقولش حد، ما حدش قال لي انا جعان ولا شبعان ولا اي حاجة، كله الحمد لله. كان بيساعدك في مصاريف البيت؟ لا ما كانش شغال، كان لسه ده صغير ولا اشتغل ولا حاجة، كنا لسه هتطلع له البطاقة، كنا لسه هتطلع له البطاقة. مات غدري والله، مات غدري. ربنا يرحمه ويصبرك. قولي لي، احكي لي قبل الواقعه دي، احكي لي قبلها بقى، قلبك كان حاسس انه هيحصل له حاجه؟ لا والله لا ما حسيتش. هو ما ودعكيش مثلا؟ ما قالكيش حاجه؟ هو طلب بس الفراخ اللي هو طلبها وعملتها له. طلب ايه بقى؟ قالك عايز اكل فراخ. اشترى وراك. ايوه اشترى وراك، اشترى، وهو اللي اشتراها والله. ايوه وسويتها له وعملت له شويه رز، كان لقمه صغيره، غير ومش بيروح السايبر اللي قصاد البيت بتاعنا. ايوه هو على طول كده نظامه، ما نعرفش بقى اللي كان ده ايه، ده اللي جه في القهوه ده، كان شغال في القهوه ومشي، ده اللي اسمه طارق ده. بعد ما راح بقى السايبر بقى ايه اللي حصل؟ احكي لي بقى اللي استدرجه ده. قهوجي. القهوجي ده كان قهوجي في المنطقه هنا. شغال قصاد القهوه اهو. ايوه قصاد بيتنا اهو. ايوه القهوه اللي قصاد بيتنا. شغال بقى له قد ايه؟ اشتغل شهرين، اشتغل شهرين. وبعدين خالد العليلي مشاه، رجع تاني طبعا. رجع تاني، وبعدين كان مصاحب واحد اسمه محمد. دول ذكر اسماء، مصاحب واحد يعني؟ مصاحب واحد من الحته. تمام. اصلا ابني كان مصاحب الواحد اللي من الحته ده بتاعنا. ايوه هو اللي عرفه على طارق ده. ماشي. وبقى عادي بقى صوره، قعد ابني على رجله يوم الوقفه، كان لابس هدوم الوقفه احمد، واداله 50 جنيه متصور، حتى الصوره بتاعته فيها علامه كده يعني زي سهم كده، 15 سنه. اللي ده بقى اللي هيتقتل النهارده، يوم ما خده اتقتل. يعني هو كان مبيت له النيه من العيد. بس فرش بقى حاجه حلوه يعني في الـ في الـ في الـ في القهوه، اللي هو الراجل دوت ايه، بيصلي بتاع ربنا ومخير، بيدي فلوس. يعني هو ده عيد عليه. هو ضمير اسود. لو انا اعرف ابني قال لي عليه، لو انا اعرف ان الشخص ده كده كنت بعدت ابني عنه. انا ما اعرفش ان هو كده، وما قاليش وما قاليش. كان بيكسب وده لما كان بيديله العاديه عشان يستدرجه يخليه يحبه؟ ما هو كده شكله كده يعني، ما انا هيعمل ايه؟ وهو مشي معايا، ما استدرجه بقى مشي معايا، شفنا الكاميرات والواد متغيب من يوم الاثنين، قعدنا ندور ما لقيناهوش. اختفى كام يوم؟ اختفى 3 ايام. يومين والتالت قعدنا ندور. الايام اللي كان مختفي فيها دي، كنت انت قلب الام كان حاسس بايه؟ نار قايده فيا يا بنتي، نار قايده فيا، ده نايا مش لاقياه، ده نايا مش لاقياه. وقعدت ادور عليه كتير، ادور عليه، ورحنا شفنا الكاميرات والناس اللي هنا كويسين برضه بتوع الحته، وقفوا معايا بيدوروا معايا، دوروا وشفنا في الكاميرات اللي هو ماشي مع الشخص ده،
واحد هنا شافه، واحد هنا شافه ماشي مع ابني، وهو اللي قال لنا واحد بيصلح سنترال، هو بيصلح موبايلات، هو اللي قال لنا. طبعا الحكومه ما بتاخدش الا بالايه؟ بالاثباتات. بالاثباتات دورنا وبقينا نبحث في الكاميرات، لقيناه كل ما اشوف فيديو نلاقيه ماشي مع الواد ده، مع الشخص ده. وهو عنده كام سنه؟ 14. الراجل ده كبير، معرفش ما اعرفوش، شخص كبير. لو يعني انت عايزه الصوره بتاعته موجوده. أيوه. عايزه اي حاجه موجوده. ايوه ابني والله ده ناير، ليه ياخده ويعمل كده ويخلي العيل يطمئن له ليه؟ عمل فيه ايه؟ موته بهدله، خد الشقه شارع 10 عند عرابي، ابوه راح وخاله راح، واحد من المنطقه راح لقاه بعيده عنك، واخد كل حاجه، اعضاء كلها مشفيه، وحسب الله ونعم الوكيل. انا عايزه حق ابني، عايزه القصاص. بترجاكوا شوفوا وانظروا الحاجه دي، القضيه دي، يا استاذ، يا باشا، يا حضره الرئيس، بص على القضيه دي. اظن ابنك القصاص العادل. عايزه القصاص العادل، عايزه حق ابني، عايزه حق احمد اللي راح حضر، خدوا خيانه، لو انا اعرف ان الشخص ده كده ما كنتش خليته مشي معاه، لكن ما حدش يعرف. حسب الله ونعم الوكيل. عرفتوا بعد كده انه ليه سوابق زي دي؟ يعني كان قبل كده مثلا خطف؟ عرفتوا بعدين؟ عرفنا اللي هو موت 6 ولا 5 سنه. 6؟ قبل بنفس الطريقه. ليه شركاء؟ اكيد، ده مافيا كبيره، ده هو وفي تاني وراه. انا عايزهم يلموهم كلهم ان شاء الله، احنا باذنك يا رب هيلموهم كلهم باذن الله. وانا يا رب انا بس امل، مش خايف ربنا، انا توكلت على الله وربي يحولي على الله. انا ست فقيره بس بص الحمد لله، بقول الحمد لله وعايشين ما يرضي الله. ابني دوت حاجه حلوه عند ربنا، ابني كان كويس في دنيته وحلو عند ربنا برضه، ما عملش حاجه وحشه، ده طفل. بص كان يبوس ايديا ويمسح ايديا، انا كنت بعيط، كان يشوف حته كده باينه من رقبتي يغطيني، كان يمسك ايديا وينزلني على السلم. ابني ده حبيبي، انا عايزه حقه، مش عايزه يدي حقه. بترجاكوا يا جماعه، بترجاكوا يا باشا، عايزه حق ابني. واشكر كل واقفين معايا، اسمي اول واسمي تاني، وكلكم ناس كويسين، والنبي وقفوا معايا وشوفوا انظروا القضيه دي، والنبي القضاء المصري باذن الله، قضاء عادل باذن الله، قصاص باذن الله. وعايزه اشوفه بعيني، عايزه اشوفه بعيني، وان شاء الله يمسكوا اللي وراه باذن الله، عشان اطفال مصر كلها باذن الله. واحمد ده ابن مصر كله، كان عايز يطلع ابن ايه؟ اي واحده، كل ابن الناس كلها. احمد كان عايز يطلع ايه؟ ابني كان نفسه يلعب في الجيم، وبيلعب في الجيم. ابني كان نفسه يطلع حاجه حلوه كتير قوي، ابني كان عمله في ربنا كتير قوي حلو، يعني زي اي طفل، وكان حاجه حلوه كده. بصي حاجات نظيفه، ما لبسش، ما عيطش الا مره، لبس اللبس، واللبس بتاعه في الاوضه جوه. تعالوا شوفوا حياتنا ازاي ونقول الحمد لله، شوفوا حياتنا ازاي ونقول الحمد لله. ما اشتكيناش والله، ما اشتكينا. اسالي اي حد، الحمد لله بنشكر ربنا في اي، ان شاء الله لو قاعدين في اوضه، احنا الحمد لله ابوه شغال في البلديه وطلع على المعاش، الحمد لله. وانا شغاله الحمد لله، ما قلناش حاجه، بقول الحمد لله. وعيالي ما فيش مره قال لحد انا جعان، والله بصطاف. معرفش ده دخل دماغه ازاي، معرفش. انا عايزه حق ابني. ما كنتوش بتقولوا له ابعد عنه مثلا؟ ما كنت قلبك ما كانش حاسس؟ ما كنتش اعرف، لا هو كل شويه يبوس ابوه، ما كانش قايلين عليه اصلا. ما كناش لو نعرف كنا مسكناه كناه، كنت بعدت ابني
كنت بعدته بعدته عنه، كنت بعدت ابني. لو رجع بك الزمن لورا كنت قاعده من جنبك وما تخرجوش من البيت؟ ما كنتش. ايوه بس هو كل العيال بيلعبوا عادي عشان دي منطقتنا. أيوة. انا جايه هنا من عمر بنتي كان عندها سنتين. شوف احمد ولدته هنا، محمود ولدته عند سته، يعني الناس كلها عارفانا ما قلناش، وكل العيال بيلعبوا على فكره. وزمان احمد من هنا ما حدش يعني ما حدش كان يشك في حد. بالله عليكم حق اميه، القضاء المصري قضاء عادي باذن الله. انت جارتها؟ ايوه هي عارفه احمد، وهي عارفه احمد، هي عارفه احمد. أيوة. تكلميها بردك، هي عارفه احمد. طب ده اخلاق. اصلا انت جارتها صح؟ ايوه حبيبتي. طب قولي لي بقى، يعني احمد اتعاملت معاه اخر مره امتى قبل ما يتوفى؟ احمد معانا هنا على طول في الحته. يوم العيد كان معانا وكان قاعد بيلعب مع العيال، محترم محترم وكل الشارع بيحبه. لما سمعتوا الخبر احساسكم كان ايه؟ احساسنا احنا قاعدين في رعب عشانه. احنا في رعب من ساعه الموضوع ده، والشارع كله في رعب. هزاره لوحدها. ايوه الشارع كله في رعب. ايوه قعدوا 3 ايام يدوروا عليه، والتليفون يا عرفوا مكان الشقه، راحوا لقوه. حاجه ما بتقيش اللي انت تشوفيها. خايفين على اولادكم من ساعتها؟ ايوه احنا في رعب، احنا في رعب هنا. يعني والدته في حاله صعبه جدا. حالتها صعبه، ربنا يصبرها على اللي هي. يعني فيه. الجيران بتعملوا ايه علشان تواسوها؟ احنا قاعدين معاها على طول، الله يكون في عونها في اللي هي فيه، اللي هم فيه. ضناها يعني الضنا غالي. ايوه ضناها ضناها، ويتعمل فيه كده كان ربنا ينتقم منهم. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. برضو معانا اخته عايزه اعرف، احمد قبل ما يتوفى او يختفي كان بيحب دايما يتكلم معاكي؟ قال لك حاجه؟ قال لي حاجه، كنت بينام جنبي على طول، وكان بيبقى معايا على طول، وكان بيتصور معايا على طول، وكان كله استمرار معايا، وكان بعض احنا كبير احنا. بالرغم ان هو صغير الا انك كنت تقعدي وتتكلمي معاه؟ كبير عقله كبير وفاهمني قوي، بيعيش عني. بابا بيضربني؟ لا يقول لي ما تضربش يا بابا، دوك معلش خاطري يا بابا. كان صغير بس راجل. راجل بصراحه، راجل وبيرفع كل الشارع بيحب. بصراحه انا مش منه حاجه وحشه، كل الشارع حزين عشان. بالله عليك انا طالبه حق اخويا. ايه الموقف اللي مش بتنسيه؟ انا موقف ما بنساهوش عشان خاطري. هو بصي هو عايش كده، عايز انه عايش معايا، مش بعرف انام من غيره. حصل حاجة من غيره. هو ليه بيتعمل فيا كده؟ ليه ليه؟ لا ولا لا يا شباب حياتنا. متباشع. أنا عايز أقول لك أنت لما شفت الصورة هيصعب عليكي. شفتي منظره بعد ما خلصوا عليه؟ كنت بنصور. إحنا كان لها حالة نفسية على فكرة. ربنا يخليك على أكيد طيبات. انت لو شفت المنظر عامل ازاي؟ انت هيصعب عليكي؟ بالله عليكم انا طالبه القصاص، طالبه القصاص. لو سمعك دلوقتي هتقولي له ايه؟ لو احمد سمعك دلوقتي هتقولي له ايه؟ اقول له ايه؟ يا لهوي ده انا افرح واصغرن، ده انا اقول له ده انا بحبك يا حبيبي. ادعي له. بقول له بكل رحمه والله، بكل رحمه. الله يرحمك يا احمد، انا مش هنساك خالص يا احمد، انا بحبك والله، عمري ما هحب حد الا غيرك. انا تعبانه وبحتاجك معانا والله يا زين احمد اخويا، وحقه هيجي. القصاص بالله عليكم، القصاص هي مافيا، هي مافيا والله. لو تحت سرير احمد اجنده كبيره، يعني كان ياخدوا اصحاب احمد ويجروه. بالله عليك. يعني هو كان مستهدفين اصحابه كمان. طب كلمونا على الموضوع ده. ايوه حضرتك. لقوا ايه بقى تاني؟ لقوا اجنده. أيوه. كبيره. أيوه. عايز اقول لك لقوا دمه في الحمام، ولقوا مشنقه، ولقوا دم اطفال في الشقه. ايوه حاجات كتير هناك. انت نفسك ايه؟ ابوه شاف البطاطا. ايوه حضرتك شفت ايه؟ قول لي بقى، قول لي حضرتك. نفتح الشقه شم الريحه، لقيت الريحه مش من عند احمد، الريحه من الشرطه اللي جنب باب الشقه. زي رايه وسكينه بالظبط. اوسخ من رايه وسكينه. اوسخ ده رايه وسكينه، ده حاجه وحشه. رايه وسكينه كانت بتدفن. بس. ايوه انما ده مفتوح. خدها بقى. فاتح له بطنه. ايوه هو اللي رشا. بعد عنك ما تشوفيش الا الحاجه اللي يعني مفتوحه بطنه، واخد كل منه كل حاجه. وسايبين. حتى عينيه. عينيه واخدينها منه. ايوه عينيه ولاد الكلب واخدينها منه، يعني عاملين له
طب هو ايه عمل لهم ايه ده الطفل الصغير البريء؟ عمل لهم ايه؟ مش عارف مش عارف. كان انا كان نفسي كان جه خد روحي انا، ما كانش خد هو، كان جه خد انا ما كانش خد هو. ربنا يديك الصحة. ربنا يديك. لقيتوا اولاد تانيين في الشقة؟ بقول لك انا لقيت شنط محطوطة فيها حاجات، هي اللي ريحتها معفنة. رحنا عند دخلنا كده عند احمد، مفيش ريحة في الليل، الريحة كانت عند باب الشقة. أيوة. الشنط المحطوطة دي فيها لحم، فيها كل حاجه، ولقيوا ولقوا بتاعه ديت نوته فيها اسماء ناس من القوات المسلحه. مش عايز اقول الكلام ده. الحاجات دي كنا بنسمعها بره، عمركم ما كنتوا تتخيلوا. ما نتخيلش اللي حصل في الافلام بس. ايوه عمرنا ما نتخيل اللي حصل ده يحصل لنا هنا. معيشنا كلنا في رعب، وجايين على احسن عيل في الشارع واقدب عيل في الشارع، وكانوا هياخدوا وراه ناس تانية، كانوا مستهدفين. كانوا وراه، لولا اللي هم شافوه في الكاميرات كانوا هيخفوه زي اللي خافوا اللي قبله، كانوا هيخفوه. لكن انتوا يعني الحمد لله لحقتوا ان انتوا خدتوا، يعني على الاقل امه تطمن ان هو ان هي دفنته. أيوة. ان هي تقدر تروح تقرا له الفاتحه. ايوه يا حبيبتي. ربنا يرحمها. ربنا يصبر امه، ربنا يصبرها. داخلين على هو على 8 9 ايام واحنا في المرار ده. طيب العيد ما 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 ما, ما حسيتوش باجواء العيد؟ لا ما حسيناش باي حاجه. احمد كان محترم. يعني ربنا يصبرك. لو احمد سمعك دلوقتي، هو اكيد سمعك، هو في مكان احسن، يعني يعتبر من الشهداء. كلمه اللي تقولها له عشان نختم بيها. انا اقول لك، قولي. حمدت ربنا اللي لميت ابني ولقيته وجبته ودفنته بالرغم من اللي حصل، بس انا زعلانه على اللي حصل له، عشان ده عايز كويس، عايز كويس، ما كانش ليه كده. يعني لو مات موت ربنا كان كويس. ده بس ترجم بس العام، يعني حد اترزق يوصل له الكلام. بس خلي بس الام تكمل. اي اتفضلي. انا عايزه حقي بس راح احمد وكفاس العادل باذن الله. باذن الله كده الشيخ ان شاء الله زي ما عمل في احمد يتعمل فيه. بس احنا عايزين نشوفه هنا، ما يجيبونا هنا الشارع هنا نشوف. ايوه يبقى عبره لغيره، عشان ما حدش يعمل فيه تاني كده، عشان العيال اللي طالعين اجيال دي، الاجيال دي طالعه لسه لدنيتهم. ليه موتوهم بريء؟ يعني بريء برقاق كده، برقاق يعني عيال بريئه لسه طالعين لدنيتهم، ليه يعمل فيهم كده؟ ليه؟ حسب الله ونعم الوكيل. والله يرحمك يا احمد، ده صاحبه. ده انت صاحبه؟ كلمني بقى عن احمد، وكنتوا بتخرجوا طبعا مع بعض وتلعبوا مع بعض. احكي لي بقى ايه اللي حصل للراجل اللي خده ده وخلص عليه. معرفش الراجل، بس هو احمد كان غلبان وعنده حق. ايوه كان معانا على طول، كان بيقول لنا هو خده ومين ومين. اقرب صاحب ليك. حسيت بايه لما سمعت الخبر؟ ما صدقتش. هو اقرب صاحب ليا وقال عليا قوي، بس كان معايا على طول، بنصلي الفجر وقال عليا صلي مع بعض. كنتوا دايما تروحوا تصلوا في المسجد كده. نكون وصلنا لختام اللايف بتاعنا. اشكركم على حسن المتابعه. كانت معكم نوال مجاهد، والى